السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان في بلادنا الحبيبة التي نبث إليها سلامنا وأمنياتنا أن تنعم بالرخاء والرفاهية والسلم والأمن والعدل وأن يرفع الظلم وأن ترفع الخيانة وأن يجتمع الناس مرة أخرى على قلب رجل واحد. نسأل الله عز وجل أن يمهد لهذه الأمة أمر خير وأن تعود قائدة تلفظ خبثها وتجمع شتاتها وشملها وترفع رايتها ووحدتها. اللهم آمين. أرحب بكم في الحلقة 19 من برنامجنا خواطر رمضانية، وموضوعنا لهذا اليوم هو موضوع الزهد. كم نحن بحاجة إلى أن نرقق قلوبنا، ولا يكون هذا إلا من خلال علم التزكية الذي يوصل القناعة إلى القلب والعقل وإلى الشهوة وإلى التفكير أن هذه الدنيا ليست إلا ممرا. نحن هنا ضيوف، فلا بد أن نتدرب كيف نزهد في هذه الدنيا وأن نركز على ما بعد الموت. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما الدنيا كالماء يا إخوة أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ماذا يحصل بعد ذلك؟ أتاها أمرنا بانتهاء هذه الدنيا بالموت ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه هي فلسفة الدنيا. يا من تركض وراء الدنيا، هذا هو مثل الدنيا: ماء ينزل إلى الأرض فينبت الخضرة ثم يجف فيذهب وينتهي وهكذا. اعلموا أن هذه الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس، تكاثر في الأموال والأولاد تماما كاللعبة التي يلعب بها الإنسان ثم تنتهي فيملها ويهجرها. الدنيا فانية، شهوة، سواء كانت المرأة أو الأولاد أو الذهب أو الفضة أو الأملاك المنقولة وغير المنقولة، كله متاع، والمآب عند الله، والحياة الحقيقية والمستقبل الحقيقي هو ما بعد الموت. وبالتالي هذه آيات تزرع في نفس المسلم والمؤمن الزهد. إياك أن تحرص على الدنيا لدرجة أن تنسى الآخرة، وبالتالي لا حصلت الدنيا ولا حصلت الآخرة. بعد أن استعرضنا وإياكم هذه الآيات التي تحثنا على الزهد في هذه الدنيا التي شبهتها بالماء الذي ينزل ثم ينبت النبات ثم يهيج فيصبح عشبا أصفرا متناثرا لا قيمة له، تحثنا بطريقة أو بأخرى أن نزهد في هذه الدنيا وأن ننظر إلى ما بعد الموت. وفي بستان أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نستعرض وإياكم هذه النماذج. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. واضح هذا الحديث يا إخواني العميق في الفلسفة والمعنى. التنافس على الدنيا مهلك،
وبالتالي إذا أردت أن تتنافس مع الناس تنافس معهم على الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث آخر: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حديث عميق أيضا في فلسفة الدنيا. الدنيا فيها حلاوة، فيها نعم، فيها خيرات، فيها ما يفتن العقل واللب من نساء وأموال وبيوت وقصور ورفاهية، لكن إياك أن تنخدع بكل هذا، فإنما هي فتنة، وبالتالي لابد أن نتقي هذه الفتنة بأن نزهد فيها، يعني نطلبها، نعمل من أجلها، لكن تكون في كفنا وليس في قلوبنا. أما ما في قلبنا إن شاء الله تعالى هو الآخرة، رضا الله، العمل لما بعد الموت. لو كل إنسان بنى في نفسه هذا الأمر لما كان عندنا ظلمة ولا فسقة ولا سراقين ولا مرتشين ولا غشاشين ولا فاسدين ولا مفسدين ولا عملاء ولا خونة. لب هذا الأمر يا إخواني الفهم، الفهم لحقيقة هذه الدنيا. نسأل الله ألا نفتن وألا نكون سببا في فتنة أحد. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن الموازنة هي المطلوبة، وألا يأخذ جزء حق جزء آخر. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يا سلام، واضح هذا المغزى من هذا الحديث، أن الأمور بخواتيمها، وشقاء النار سينسينا نعيم الدنيا، ونعيم الجنة سينسينا بؤس الدنيا. إذن البوصلة لابد أن تكون متجهة باتجاه الآخرة رغم كل الظروف ورغم كل التحديات. وفي تمثيل رائع جميل يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو أدخل أحدنا إصبعه في البحر أو في النهر ثم رفعه، كم تخرج من هذه المياه؟ لا شيء مقارنة بما في النهر. وهذا مثل الدنيا بالنسبة للآخرة، كمثل ما رفع الأصبع من مياه النهر أو البحر. وفي حديث جميل أيضا يصلح أن يكون موعظة لكل من يهمه الناس والمقارنة مع الناس، ودائما يشكو همه ويشكو ما عنده ولا يعجبه ما رزقه الله. اسمع يا أخي، يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا الله، المريض نفسيا لدائما ينظر إلى من هو أغنى منه، ينسى النعم التي عنده والتي قد تكون حرم منها الغني لمرض أو لعجز أو لمصيبة لا تعلمها أنت،
فأنت مثلا ليس عندك مرض السكري، قد يكون هو مريض السكري، أنت تأكل ما شئت من الحلويات هو لا يستطيع. دائما انظر إلى النعم التي عندك وكن من الشاكرين، ودائما كن حامدا شاكرا صابرا، ولا تقارن نفسك مع الذين هم أكثر منك حظا فلعلهم حرموا من قضايا أعطيت إليك، وانظر إلى من هو أقل منك حظا لتعلم كم أنت في نعم عظيمة يتمناها آلاف الناس. وحديث آخر سمعناه وحفظناه ونحن صغار: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا يا إخواني مريض نفسي الذي فقط يريد أن يأخذ، وإذا ما منع سخط وترك الإيمان وانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله أن تكون الأموال في أيدينا وليس في قلوبنا. وحديث آخر أتمنى أن تدرسوه لأولادكم: يأتي رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد 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 والترفع كله من شأنه أن يرفع من قدرك عند نفسك وعند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. وحديث آخر يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا كان يسقي الكافر دل هذا على أنها لا تعادل ولا تساوي عند الله عز وجل جناح البعوضة التي أصلا لا ترى، فكيف بجناحها؟ إذا من كان همه الدنيا فقط فأنت تسعى وراء الصفر الذي لا يرى. اجعل همك الآخرة تكن أغنى الناس. وحديث آخر أيضا يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. أفضل شيء في هذه الدنيا أن تكون من أهل الدين، من أهل الله ومن أهل العلم. الدين والعلم، الدين والعلم، إما عالم وإما متعلم. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وحديث آخر يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كان يقرأ ألهاكم التكاثر، قال بعد أن أنهاها: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، ما سوى ذلك ليس لك، تتركه خلف ظهرك يأخذه الورثة وستحاسب عنه. نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك وهذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل أن نكون من أهل الزهد وأهل العمل وأهل التعلم والعلم والتعليم والنصح والإرشاد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وخواطرنا، وأن نكون هداة مهديين، وأن نكون منارة للهداية. ونسأله أن يحفظ أولادنا وأن يحفظ عليهم عقيدتهم وإيمانهم، اللهم آمين. أرجو من الله لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا وصحة وعافية يا رب العالمين، وأن نكون من الزاهدين. ونحن في برنامج خواطر رمضانية ومعكم أخوكم عبد اللطيف أبو زيد. السلام عليكم.